استمع المجلس في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حول زيارة التفقدية التي قام بها مؤخرا إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، حيث اطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش، مؤكدا ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة، وحث القوات العسكرية على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل، سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والأمن والاستقرار.